المؤتمر الصحفي في المباراة ونرجع مرة تانية. لغاية ما جت الثانية الأخيرة في الوقت الضايع وقدروا إن هم يحرزوا الهدف الثاني وتنتهي المباراة 2-0. فأنا بشكر لاعبي الداخلية على جهدهم على قد قدراتهم وعلى قد خبرتهم. بقول مبروك لفريق سموحة، فريق قوي، فريق يستحق كل التقدير، فريق زي ما قلت يضج بالعديد من النجوم في الفريق، معهم جهاز فني محترم، اعتقد يعني اداره محترمه موفره لهم كل حاجه. اعتقد ان هو يستحق ان هو يكون في المركز الاول وينافس برضه على الدوري. شكرا. شكرا كابتن. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، تحياتي لكل الساده الحضور، واخص برضه بالذكر المدرب الفني القدير الكابتن علاء هابلات. فريق عامل فريق كبير وفريق محترم، والحقيقه احنا متابعينه من بدايه الدوري. الماتش كلنا نصيب انا وكابتن حماده نشوف فرقه الداخليه في اول ماتش في الدوري مع المحله. الفرقه ادت اداءات رائعه جدا في ماتشات كبيره جدا، وبرضه في عز ان الكره ما تدهمش الحقيقه، قدموا لوحات فنيه رائعه جدا تكتيكيه في ماتشات كتيره. ما ممكن الكره يعني ادت لهم ظهرهم شويه في النتائج، لان هم برضه خطفوا الاضواء بماتش تكتيكي رائع امام النادي الاهلي. احترمنا فريق الداخليه احترام كبير جدا جدا لما يملكه من برضه مجموعه لاعبين محترمين ومدير فني عارف هو بيعمل ايه كشغل تكتيكي في الملعب. الحمد لله على الثلاث نقاط. برضو لا اكثر بالذكر ان ده شرف كبير جدا لكل الاسكندرانيه ان اول الدوري نادي سموحه وثاني الدوري نادي الاتحاد. نتمنى لهم ايضا كل التوفيق. ده مشوار رائع للكره الاسكندريه. بالنسبه لنا احنا كان يعني عندنا هدف كبير ان احنا ننهي المرحله بشكل قوي جدا جدا. كنا قلقانين نسبيا وعملنا حساب كبير جدا لفريق الداخليه في اعتبارات فنيه كبيره جدا، او الفوز الكبير اللي جاء من نادي المقاولين ان يبقى فيه حاله تراخي شويه من اللاعبين، لكن الحمد لله اللعيبه خدوها بجديه كبيره جدا على مستوى صعيد الناحيه الفنيه. يعني احنا سعداء جدا جدا، والجهاز المدير الفني المحترم الكابتن حماده صدقي يعني رسم استراتيجيه خلال الدور الاول ان احنا نلعب مباراه مباراه، كل مباراه المنافس احنا بندرسه بشكل جيد جدا جدا وبيتعمل حساباته فنيا، وربنا يوفق خطوه بخطوه. دلوقتي الطموح كبير والطموح مشروع ان نادي سموحه يقدر ينافس او يروح لبعيد لكل حدث حديث، لان ينتظرنا عمل كبير جدا جدا في الدور الثاني. نامل من الله العلي القدير ان ربنا يوفقنا، والهدف الرئيسي ان احنا نحافظ على المركز ده ونطلع المربع الذهبي ولكل حادث حديث. شكرا. سؤال يبقى للكابتن علاء، بس من باب الاسئله ما تخرجش عن نطاق المباراه. الشادي الاعلامي اتفضل. كابتن علاء، رغم الشباب في طريق سموحه وفي الاداء